تاني بقى قلنا المرة اللي فاتت شرحنا ايه الحصر بتاع القواعد اللعبية والحصر بتاع ايه اللبش، قلنا اصلا دي اصلا مش قواعد عادية، دي مسلحة وفيها سيميلات، بس احنا قلنا هناخدها على اساس ان هي قواعد ايه عادية. فالمشكلة في الحصر هنا ان في الرسم فيه مشاكل، يعني زي احنا شايفين زي ما قلت من شوية في خطوط على خطوط، فيها مشكلة في الحاجة اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي. هنروح احنا هنعمل ايه؟ فاخدنا مثال صغير كده اللي هو دوت قواعد وبينها ايه بسم الله. هنشتغل زي المرة اللي فاتت برضه بنفس الثلاث طرق. احنا ممكن لو خلصنا الحصر بتاع القواعد المسلحة بالبسم الله ديت، لا دي انا عاملها، انا عاملها بس مثال كده، انا اشتغلت على اشتغلت انا على الرسمة نفسها فيها مشاكل، يعني عملتها ورسمتها من تاني فيها مشاكل برضه. تمام، رسمنا رقم صغير بس عادي، انت تجيلك البلان تظبطه يعني، بس اهم حاجة في الرسم عندك لما هي تعمل حصر القواعد المسلحة مع السميلات يكون كلهم مفتوحين على بعض. تمام، يكون القواعد شايف مفتوحين ازاي؟ العادي يكون في هنا خط كده مقفول، عادي العادة مقفولة ومنتهي عند العادة المسلحة، افتحهم كلهم على بعض، خلي في ايه؟ فراغ بينهم كلهم. بتعمل ايه بعد كده؟ بنعمل امر باوندري، نعمل بلوك لاين هنا كده وايه؟ مسطرة، بنحولهم كلهم ايه للامر بتاع الباوندري، كلهم لجولي لاين كده زي ما احنا شايفين، اي خط متصل يكون ايه كله جولي لاين. بنعمل نفس الكلام برضه، امر اريا دبل ايه، وبعدين نعمل اوبجكت، لا نعمل اد اريا الاول واوبجكت، نختار الشكل من بره كده، نتعلم كل لقطه. تمام، هناخد بقى المساحه الكليه دي 150 متر مكعب. تمام، دي مساحه ايه كل ده بالفراغ اللي جواه، مش عايز الفراغ. تمام، هاخد ده المساحه ديت واطلعها بره في الاكسل، نفتح اكسل كده، اما نفتح بس اقول لكم هنعمل ايه. احنا خدنا المساحه الكليه، هنرجع نعمل نفس الكلام للمساحه الداخليه دي، نطرحها ايه منها دي لو الرسمه سهله. لو الرسمه بقى صعبه مثلا فيها اكتر من حاجه، بناخد المساحه الكليه بتاعت الحاجات الخارجيه، مثلا المساحه الكليه للحاجات المليانه اللي احنا عايزينها. تمام، وبنعمل اد اريا كل شويه، اد اريا للحاجه اللي احنا عايزينها بالظبط، وبعد كده الحاجه المخصصه نفس الكلام، نختارها ونعمل اللي هي ايه صب تقريبا صب تراك تقريبا. المره اللي فاتت احنا بنزود الاريات على هنا، هجربها هنا برضه، هرجعها تاني. الاكسيل اللي فتح اهوت كتب كام؟ 150 كام؟ 150 54 مليون 56 مليون. تمام، نرجع للكتاب تاني، نعمل نفس الكلام دبل ايه، وبعدين نعمل الاريا، وبعدين نختار اوبجكت، وبعدين نختار ايه الجزء اللي فوق ده، طلع كام؟ 76.17 مليون. هنعمل ايه؟ عايزين المساحة الكلية، هنعمل ايه؟ يساوي ايه؟ يساوي ده ناقص ده، يساوي من 74.37. تمام؟ احنا ممكن برضه نحاول نعملها بالامر التاني، بس مش عارف هنعملها ولا لا، مشفتهاش قبل كده يعني. طب الاريا طب الاوبجكت كله 150،74.37 بالظبط اهي. بدل ما نعمل الحاصل دوت على الاكسل، نعمل ايه تاني؟ الطريقة التانية دي برضه سريعة، نفس الكلام دبل اريا دبل ايه؟ اد اريا، اختار اوبجكت، اختار الشكل اللي ورا. تمام؟ داخل المساحة كلها 150 و54 مليون. تعمل ايه تاني؟ مسطرة، تعمل صب تراكت اريا واوبجكت، تختار المساحة اللي جوه اللي انت عاوز تشيلها. كده هديك ايه الفرق بين 74 و37 اللي هو الحاجه الخضراء اللي احنا عايزينها من تاني. دبل ايه امر اريا، وبعدين نختار اد اريا اوبجكت، نختار ايه الشكل اللي بره ده كده، يعلمنا كله. تمام، نعمل مسطره تاني، سب تراكت اريا برضه اوبجكت، نختار الحته اللي احنا عايزين نشيلها، سب تراكت اللي هو اصلا بيطرح من
هديك تحت اهوت الايه ال 74 و 37 تمام. تاني من اول تاني خالص اهي خلاص ماشي ركز عليه هو بسجل الفيديو مش مشاكل. المساحه كلها عندنا عاوز نحسب المساحه بتاعت الايه لو قاعد بسم الله دي تمام حتى لجوه ما لازم نعمل الاثنين ورا بعض دبل ايه اد اريا ستار اوبجكت اللي بره اهيت وهنعمل مسطره ثاني سب تراكت اريا سب تراكت اريا اوبجكت اختار المساحه اللي جوه دي تمام فرق اخر ال 74 و 37 هو نفس الفرق اللي بين اللي على الاكسل اللي احنا طرحناه. جربوها الحته دي ولا ايه؟ جربوها بس بسرعه كده اللوحه استنى استنى بتاع دوت هنشتغل دلوقتي بالطريقه الثانيه اللي احنا بتاعت الايه ال 3 دي نفس الكلام هنا بنعمل ايه؟ الشاشه دي بالظبط هرجع هرجع لك تاني كده الطب ايه؟ ما احنا بص احنا نسينا الحته اللي انت اتكلمت فيها بص يعني هنا جبنا الايه؟ الفرنس اللي اتكلمت فيها جبنا المساحه مثلا عارفين ان القواعد مثلا مسلحه 70 ايه؟ 70 سم في ساعات قواعد بتكون مثلا 70 قواعد 60 قواعد مثلا 50 طب نعمل ايه؟ لا الميد والشداد والسملات بص هنقول بس الحته دي وبعدين نخش في الكلام اللي انت عايزه. هنا جبنا ايه؟ الحجم. هنا جبنا المساحه، نفترض مثلا ان الارتفاع بتاع القاعه كلها مثلا 60 سم. هنعمل ايه هنا كده؟ نفس اللي احنا عارفينه يساوي المساحه ديت مثلا في 70 سم. جبنا الحجم الكلي بتاع الخرسانه ايه؟ المسلحه. الخرسانه العاديه بتاعت الخرسانه القاعه المسلحه، مش احنا كده ما اتكلمناش في الحديد. نتكلم بقى الفرق بين الشداد الايه؟ الحجم، الحجم الكلي بتاع الخرسانه متر مكعب. الفرق بين الشدات وبين الميد والسملات. بص يا معلم هنيجي هنا كده شايف دي كده شدات اهي ايه اللي عرفنا ان هي شدات؟ بالظبط عندك هنا دور كده وعندك هنا العمود مش نص القاعده فالقاعده ممكن تقلب منه تمام لان السنترستي بتاعت القاعده مفيش سنترستي لان العمود عندك في النص المفروض يكون نص القاعده زي كده يعني الشدات والعمود طرفه هو مش شرط عمود طرفه هو يمسك عمود بعمود او قاعده بقاعده تمام نمسك قاعده بقاعده عشان يتلبشوا في بعض عشان دي ما تقلبش تكون مكتفه حاجه ثانيه. بس في شرط ثاني يتحقق ان هو بيربط ايه؟ عمود الجار او قاعده الجار ان القاعده مش كامله. كلهم في الاخر ان جراوند مين. الجمر مدفون كلهم ان جراوند مين بس احنا في الاخر افتكسنا حوار السداد والكلام ده عشان ايه الخواص بتاعتها مثلا هنا ايه الفرق بين الديزاين بتاع دوت والديزاين بتاع ده؟ كله في الاخر بيعمل نفس الديزاين. محدش بيعمل لها ديزاين بتتفرد اساسا من كام مش عارف يقول لك اربع سيخ تحت وسيخين فوق وبتاع دي بتتفرد بس بقى ايه ساعات بقى الشداد بيكون العكس بيكون تسليحها فوق زي تسليحها تحت ليه؟ لانها ساعات بس على تورشن انت مثلا ماسك الشداد كده في حاجه بتشد لتحت او بتقلب لفوق على حسب الايه العاده بتاعت الجار فلازم يكون فيها تسليح نيجاتيف مومنت اكتر فوق نيجاتيف مومنت ويكون فيها تسليحها فوق زي تسليحها تحت انما السميلات العاديه عادي بتربط القواعد ببعضها عادي وكل حاجه لكن هي الفكره كلها ان السيميلات بتشيل ايه؟ حوائط. معموله عشان تشيل حوائط مش اكتر. الميت بقى بتكون يعني مرتفعه مثلا فوق منسوب القواعد المسلحه او في منسوب القواعد المسلحه او في رقاب الاعمده. تحتها فراغ من والصح ان هي تتعزل من تحت. معظم الناس ما بتعزلهاش من تحت اللي هي مرتفعه كده. ساعات بيحصل لها مثلا طول ما هي مرتفعه في مثلا ميه توصل لها او حاجه بتعمل عزل من تحت. يعني انت لما تشتغل مثلا بتعمل القواعد تعمل السملات هتيجي بعد ما تردم هتلاقي طبعا هي في رقبه الاعمده طبعا انت مش ترد برقبه العمود في الاول فبتلاقي عندك السمله كده ايه متعلق او الميده متعلقه فبايه بتعزلها من تحت عشان برضه لما تيجي ايه لو عندك صرف ولا حاجه ما يأثرش فيها. الميد عشان الحوائط لا السملات عشان الحوائط كلهم في الاخر بيشيلوا حوائط يعني حتى الشداد ده بيشيل حوائط في الاخر. ماشي الميد الميد اللي هي بتبقى بس منسوبها مرتفع فوق منسوب ايه نفس الفكره برضه بتكلمش العمود بالعمود تمام؟ طب ما كله بتكلمش طب انا انت ستايل دي وانت على حسب الديزاين بقى اقول لك على حاجه مثلا عندك السملات بتكون في منسوب القاعده المسلحه او العاديه ساعات بتلاقي السملات منسوب القاعده العاديه وفي الغالب بيكون منسوب القاعده المسلحه لكن ساعات بتلاقي سمكها اقل من
من سمك القاعدة ايه او نفس من سمك القاعدة المسلحة ما بتطلعش فوق شوية، لكن الميت بتطلع فوق من سمك القاعدة المسلحة. تمام، بتلاقي مثلا القاعدة المسلحة كده، القاعدة المسلحة كده المسلحة من العمود كده طبعا بتلاقي ايه اسم الله شيل الحوار عايز شيل الحوار. تمام، عندنا ساعات بقى بتعمل ايه كده بقى اسم الله في الميه في نفس الوقت كده بقى بتاعت ايه ميه سمكها زي عن سمك ايه القاعده الاسمنت عشان يعني اربط العمود والقاعده مع بعض. لا لو مثلا المسافه بعيده عندك فانت عاوز تربط اكتر فبتزود قطاع برضه في سمك شايل حيطه يعني دخلت اكتر من هناك في الموضوع. لو مثلا مسافه صغيره بتعمل عادي سملات عليه على الشيء طول عندك ايه الحبه اللي طلعت الدور يعني تقومي فيها كما تزير كانت صغيره انت عملت فيها اكتر من حاجه دلوقتي ديت شايله طول بس المسافه اللي بين الايه لو عايز صغيره مثلا من 3 متر ولا حاجه لو المسافه دي عن كده 3 5 متر ومع الطول نفسه طبعا كل ما زود النسبه لازم تطلع بيزيد عشان التعميم فلازم تزود ايه تطلع بيزيد في امان. هناك الشدات قلنا الفكره كلها بتربط ايه القاعده الجوه كله كنت تربط قاعده وقاعده جوه يعني الارتفاع زياده يعني زياده في الزاويه في الاخر كله بيعمل ايه؟ الشدات برضه زي اللي هو شدات في حاجه اسمها وتر وبتعمل بص يعني مثلا من الارض كده الوتر بتعمل كده شغل كبير الارض او الموقع فيه ميه يدوا فيه بتلاقي وتر بتعمل كده شدات برضه شدات برضه شدات بس بيمسك ايه؟ عامل هنا كده عامل هنا بيكلمش المبنى كده في بس ده شدات واللي هو برضه بيمسك قاعده الجار بالعدد اللي هو دلوقتي شغال بس من اللي هي عاديه منسوب انا مسلحه من الميه اللي بتطلع او في نفس الوقت اللي بتنفع عاديه كلها في الاخر ايه اندر جراوند دي بسم الله متعلق بيمسك العمود مع بعض. ده الميه في الاخر كلها ايه اندر جراوند دي يقول لك ده ايه اندر جراوند دي صح. لو الشاري سالك لو تروح على انترفيو كلهم اندر جراوند دي مش هيتكلم صح. لكن ايه الاستخدام هو اللي بيفرق بس في المسمى يعني مثلا خنزيره اسمها ريجا في نفس الوقت تمام في اكتر من مسمى الحاجة. لكن بس اللي بتفرق بس الشدات في الديزاين ساعات بيكون التسليح العلوي زي التسليح الايه السفلي لانها بتاخد ثلاث حاجات يعني احنا قلنا السميلات بتمسك بس تربط بس الميت بتربط والاسبان طويل الشدات بقى بيربط ويكون الاسبان طويل وفي نفس الوقت بيربط ايه قاعده تجار بقاعده العاديه وبيشيل ايه حوائط فلازم يكون تسليحه عالي دي الفكره كلها. نخش بقى على ايه نخش على البلان بتاعنا اهوت عاوزين نحصره بالطريقه 3 دي. قلنا هنعمل ايه عشان نحوله 3 دي نضغط على الشيفت والسكرول بتاع الماوس نحركه تمام معانا 3 دي نعمل اكسترود اي اكس تي انتر نعلم عليه تمام انتر نطلع بيه نخليه زي ما قلنا مثلا 7 من 10 معانا احنا ممكن نظهره اصلا من هنا نخليه كانه حاجه 3 دي من انفيزبل هنا كده نفتح ديت ولا رسم المعماري بيجي لك عشان احصره؟ اه لا الرسم المعماري بيجي لك تحوله انشائي او انت اصلا بتحصر من لوحه انشائي يعني انت اصلا بيجي لك لوحه ديزاين دي لوحه عامل لها ديزاين مديك قطاع الاعمده مديك القواعد فدي لوحه انشائي مديك قطاعات هو انت اللي ازاي عرف ان القاعده مثلا 5 في 5 و4 في 4 هو عمل ديزاين؟ ايوه ازاي عرف ان العمود 30 60 عمل ديزاين؟ احنا عايزين لوحه اصلا و... مش سهل عليه نشتغل عليه بعد ما نخلص ما انت المفروض في مشروع هتعمله اصلا يعني مثلا هديك مثلا بلان انت هتحصل كل حاجه فيه وتطلع لك اكسل تمام نختار من هنا كده ونعمل ليست مثلا نحول كلها كده ايه كانها بلوك تمام غير ما نرجع بيها يعني مش خلينا شغالين عشان نشتغل بسرعه ما نرجع بشغل العماره دوت الشكل عندنا اهو تمام احنا لو عايزين نتحكم في الشاشه كلها سكرول على الشاشه كده ضغط على سكرول وانت ايه نحرك الشاشه اللي احنا عايزينها كده زوم اوت هنعمل ماس بروبرتيز عشان نجيب ايه حجم الكل ام ايه اس اس مسطره نعلم ايه عليها كده الحجم الكلي 317 41 ده الحجم ايه الكلي
مش الحجم بتاع الأواعد المسلحة بالسميلات. فنعمل ايه تاني؟ ناخد الحجم من 17 دوت عادي بالظبط. نروح نازل الورتس تاني ناخد اللي هو اللون اللي جوه ده مش معانا بقى. لا بقى الرواية هنا بتيجي من بره بس. انت عملت يعني انت وصلت لحد كده عادي؟ لا لسه ما وصلتش كده. عملت كده من خط يعمل من بره اللي جوه زي ما عشان تتعلم كله. هتلاقي اللي جوه مش بيقولوا باين. ثواني اشوفها لك. ثواني. نرجع تاني للحته اللي اتكلمنا عنها. هنجيب ايه الحجم الخارجي الاول وبعدين الحجم الداخلي نراحهم من بعض. الحجم الكلي ناقص حجم الفراغ. هو انا اللي مكتفنا احنا ممكن اصلا نجيبها على طول مره واحده بس اللي مكتفنا ان احنا ايه الرسمه كلها قاعد مع بعض كلها نفس القاعده. ممكن بعد كده شغل كبير بقى الطريقه دي هنرميها خالص. انا في اخر محاضره او في الحلقه الاخيره جايب لكم حاجه اسمها الاثبات بتحصل على طول الكاميرا لوحدها قصدي السيميلات لوحدها والقواعد لوحدها بسرعه اطول تحسب الطول بتاع السيميل. طبعا انت عندك السمك بتاعه وعندك الدبس بتاعه تضرب الطول في الدبس في الدبس في السمك خلاص معدى على الاكسل بسرعه. هو دايما الصور بيبقى لما تضيف في الاخر كده محاضره واحده فيها كل الحصر اصلا محاضره واحده تمام. هنعمل ايه؟ نفس الكلام ماسبر ورتز ام اي دبل اس وبعدين نختار الجزء اللي ورا ده كده اللي هو الجزء الواحد ده تمام. انتر 105 32 تمام. نفس الامر تاني ننزل ورتز اختار ايه اللي جوه قلت لك كام 53 تراحهم من بعض يطلع كام 52 او كام مش عارف يطلع 52 كده عملنا الحصر بطريقه المساحات وطريقه ايه الاحجام. نجربها بقى ولا ايه؟ عشان انتوا تجربوا عشان لازم تجربوا مش هينفع كده بس نوصل بس هنا بحصر العملية دلوقتي هنشتغل نفس الطرق اللي اشتغلناها قبل كده. أول واحدة عن طريق الإكسل طبعا هنا مدينا هنا الحواف عندنا شرور فمدينا قطعة الحواف. احنا شايفين الحواف عاملها حرف الحاء زي ما احنا عارفين طبعا يعني اسم الإنشاء الحواف حرف الحاء والعملية حرف الإيه وأكيد مدينا القطعة بتاعت العملية. نشوفها كده في البيانات دي هذا عامل سرطان ده نتكلم على العمودة ازاي نحصل طبعا عارفين في السقف مستوى على الكمارات ايه العمودة مثلا عامل كده مثلا وعندك هنا كمارات وده السقف السقف هو اهوت وده الكمارة ايه وده العمودة نحصل العمودة منين مثلا ده العمودة العمود ده محشور فين؟ من فين لحد فين؟ حد يقول لي كده؟ اه يعني الطول بتاعه مثلا طبعا بتاع العمود الطول في العرض ده ارتفاع من وش القعده لحد وش القعده اللي تحت لحد ايه؟ وش القعده ده غلط القعده اللي تحت لحد فين؟ لحد الكاميرا ايوه لحد وش الكاميرا بس ده الحديد بتاعه مش بدل في القعده صح؟ انت لو كلمت صح انت رايك كده صح؟ قعدت اسال كام كده بص اقول لك على حاجه عندنا بس عشان انت عشان تفتكرها على طول بس عندنا القعده وش القعده هنا كده لحد لو خدنا مثلا لحد وش الكاميرا لحد وش الكاميرا كده احنا اول مثلا تبتدي في 60 ممكن الكاميرا تكون 25 تمام وتكون في حته احنا ما حسبناهاش هي 65 احنا ما حسبناهمش هنعمل ايه؟ ناخد من اول وش القعده لحد وش السقف
لكن الحته بتاعت الكاميرا نفسها كده كده داخله فين في العمود، فمش هناخدها، هناخد بس من اول الكاميرا لحد ايه الكاميرا. ممكن بقى لو احنا شغالين خاص الكاد نعمل ايه؟ طبعا عملنا البلان كده مثلا في عمود مثلا كده عمود كده عمود مثلا كده عمود كده، لما يجي يشتغل خاص ممكن مثلا احنا ناخد حصر مثلا لو جه مثلا مثلا هوم ستاب مثلا مثلا فلات مثلا سوري تمام. ممكن نحط طالع عندنا عادي، ممكن نحط حصر العادي ده نحط طالع عندنا من مش الاعلى لحد اخر السقف، لكن مساحه حصر من نفس الرقم كده مش هنحط حصر كده مش حصر عادي. نعمل ايه؟ نروح جايين على المساحات دي مثلا كده نحسب البول، هو دي مثلا من لحد هنا كده ده ايه كله المساحه اللي محددها نشوفها بعد كده في حصر ايه السقف. مثلا الفلات هناخد مثلا لما نعمل بول لاين او نعمل باوندري او بول لاين عشان نحدد المساحه اللي نحصرها، هنمشي على ايه؟ على الحدود بتاعت اللي انا عملته مش هناخد ازاي؟ ناخد مساحه اللي هي ايه؟ حريه دي نفس الكلام ممكن تلاقي فلات بقى سوليد هول دي مش تفرق معايا ده بقى تلات انواع موجودين عندنا السوليد والهول والفلات. ده لو انت حصرت ازاي بس انت تكون انت عارف انت حصر ازاي، انت حاصر من وش الاعلى لحد وش لحد داخل السقف لحد ظهر السقف من فوق كده كل ده، ولا حاصر من هنا لحد وش بطن السقف من تحت تمام، ولا حاصر من هنا لحد الكاميرا. لو الكاميرات كلها 30 ماشي جاي العمود ممكن توصل عليه لحد وش الكاميرا، بس تاخد ساعه كاميرا كامله من بدايه العمود لحد نهايه العمود التاني تمام. كده احنا عرفنا ازاي ايه نفسه حصلت عادي، كأني كل بتاع الوقت، أنا بعدها وأنا بعدها.
مش هياخد تمام يا اسطى.